بأبي وأمي من تكون من تكون يا صاحب. هذه في أي موقف؟ إذا أوضع المحب في القبر. الله يرحم هذا الشاعر، وفق في هذه الأبيات. من تكون يا صاحب هالأنوار المضية قل ما تعرفني غريب الغاضرية، ما تشوفني بلا راس ومن نحري أحاجيك، ومن تلف الماتة متنادي ويلي عليك، تبكي على مصابي يا شيعي شلون أخليك، ولجلي يا شيعي لابس ثياب الرزية. شيعي أبسألك أبسألك يا اللي تبكيها بعز وجلال أهلاك على التابوت شالك، مغسل مكفين وحفروا قبرك وارو، لا من بعد موتك على التربان خلاك، مثل ثلاثة أيام بالغبرة رمي. وأحسن ثلاثة أيام لا مغسل ولا مكفن، تريد تعرفني منه أنت؟ قال أنا اللي مثلي بالخلاء آيق ما حد انصاب، كم شاب شفته معفرين فوق التراب، تفطر قليبي وراسي من الهضم شاب، وذبحت رجالي في طفوف الغاضري. وأحسن أنا اللي ما حد تلوى في الخلايق مثل لاعي، صدري كل ما جذب ونا جرب خدي دموعي، عطشان ضامي يجذب الونا خفية. والله يستاهل المرحوم هالونا بعد هالمقطعين. ها اي وين وياي وصل الثواب الى قبر المرحوم. ها وايش بعد ابا عبد الله؟ قال فت مهجتي شيعي رضيعي ذا بحينه، ايه ايه فت مهجتي شيعي رضيعي ذا بحينه، يفحص على صدري إيه إيه إيه
فجع قلب بونينا وأحسن بعيني نظرته بسهم نحرم طوقينا بالغاضر ينصبت بسهام المنية ولا أنا الذبيح بكربلاء المذبوح عطشان وأنا اللي صارت جثة للخيل مدى ورضى وعظامي وعلق وراسي على سنا وبنارهم حرقا وخدور الهاشمية حسين بعدك لا هنا عيشون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم وثبتنا على ولايتهم والبراء من أعدائهم. فقيدنا الغالي تغمده اللهم بواسع رحمتك واحشره اللهم مع محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. راحل توجه إلى المقبرة الآن إلى روحه وأرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع الفاتحة مع الصلوات.